الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، سلامة بن الأكوع والصحابي جيني سديتني فراد ومؤرخين إلى الآن كان سلامة بن الأكوع من أشد الناس بأسا وأشجعهم قلبا ويسبق الفرس عدوا. نوحو أحب دي سدران تهي قلبي أدوغ جيسي فرس كان كديري المدى نقود بيس فرس كديري وكان جنسا من آدو أربضا وفتأة وطابرا إنو أها كليين أورنتي كل عيئة مكوف الله انت سو قف وروح إنو ما كان ميل ساري جري. هل أتاك نبأ سلمة من الأكوع؟ إنه عجوبة من عجيب الدهر ونادرة من نوادر الزمان. مكسو قاري قفك أقرني والله الله يا خبر في سلمة وني عجيبة وعجائبته زمنك كم ذا وأن إنا نهر الله أركن مركي تاغنت هاي سيدة ودك على فهو عداء لا يسبق وأن إن ديرايا وأرض بضن أن لقهر مرن ورام لا يخطئ وأن شيش بضن أن لقفين ومقدام لا يهاب وانين رونتي جيسي أن واقصا ومغامر لا تنتهي عجائب مغامراته وانين أبريرة وحلوحي خطر وحيابها عجائبته وكتغن رونتي مدى مانس إيضا ماها ومغامراته وقلي أبنتورة وقلي تقرأ أخبار بطولاته فيخيل إليك أنها ضرب من الأساطير ولأنك كان مركز لأقريو أخبارتي سلحري تدقال الذي أقلي يو قليها إسقبتين ماشا أوساري وحبت موديسة إن إسكتها ونشاكو إسك حريره وعقلي وأنا نقلين رنتي بمعنى وحيابها يو سونك أدقال لما يو مواقف تأو إشتاق يو حيابها عجائب تأو قبانه وعقلي وحتى الرومان كرماها وما هي بالأساطير رنتينا ماها وحسك اللجن دي ماها ماها وحياب أساطير وفيري تيلس ماها فقد رواها الشيخان مسلم والبخاري وأثبتهما في صحيحهما هاي الأخبار وعاب وريه الإمام البخاري والإمام مسلم ولوادي كتاب وصحيح سن كتاب إليها مركة لقاتة بيبي كو قرين مركة أخبارتي سو أخبار ماها شيك حرير أما با لأوروريي أما هذا اللي سوك جاي أما وحا قال ليها نابلي استها فيكشن كأي دهان وقفوا إسكو قره شيكو إسكو خيال سنيا سودتك وجاك جدا أما بقول ما ويليو أما بقول ما داليو مو شاك قرية تنو تامة تنو حقيق محل البخاري بيكون قرنت أبو ليه كان لسلمة من أكوع في مكة أموال وعقار فاعتنق الإسلام وهاجر إلى الله إلى الله ورسوله وخلف وراءه كل ما يملك نك سلماء صحابي جليل كأ مكة وكلها هانتي يجري تربضا ريل استيس بدن بولها مركو ساو إسلامي بوح الله وحي أولها وحانتي هالك أنتو كغتغي بو المدينة منورة إلهي درتي إي رسولك هلال بمركو هجرودي إساو حانتي هستا وجيبكو سأي بوحان وحوليه سأي قريه سعيدة كبتان بو انتو انتو هالك هكبار كنجري بوضد إلهي مر وجعل يعمل في المدينة سائسا لفارس طلحة بن عبيد الله هالك أسو المدينة وكشق باللابي شقض وقبان إنوامحي إنو تبرأ النقضه او ليليه عربيه فرسك طلحه بن عبيد الله بو مركا ليليني لقاء طعامي سي هلكا مال انت مشقايدي وهلي لها اما وانت يرى اللقمه هيد وعلوشه كردن لها سو هلو فما كان يريد من الدنيا غير لقمات او لقيمات تقيم بها ظهره او يقيم بها صلبه الدنيا لم بحو كرادين يحكى لك من ربين إن يرو راشين يرو عد يرو أفكا أكرر تأو حوغا أود سيسا ونبرك أكو إسا جستو ويستعين بها على طاعة الله والجهاد في سبيل الله إذن مركا أنا عون النقطة إنو طاعة إلهي كبتو جيتك إلهي نكون تقعلم يعني أدو خيال سو نين بدروني مالكا وإلهي إسو آدي وحوالا يوح الله وحي بن آدم وباهايا حيستا إنتو هل كاردigo ويحو آد المدينة منورة شن بقول ميل أجرته مركز سوحو كان نقاني شقالة مركز سوحو شقالة تنقوها سيساقبانيا
waxuu meesha ka helay maaha mushahar iyo biil maaha, waa in yaroo maalinka uu cuno oo uu rabo inuu salaadana sideed u tukan karo, uu tamardari maaragtay dartiid aanu salaad ugaga harin jihaadkan uu geli karo, intaasuu raadsaday. هذا الصحابي الجليل مركة. ولعلك أيها القارئ الكريم قد نزع بك الشوق إلى سماع طرف من أخبار هذا الفارس والوقوف على بعض عجائبه فإليك شيء منها. طبعا أنت هذا اللي نوشيك التشويق إن الجليسي والله إذا ورنك كان سيدا نقول داريا مجاهد كان الدنيا دين حقا أنتو كباكين جري آخر دور بذي يسوى الشالة أن تنادى وحيستأ مركا الشقاء معنا لهين قبطي ورنك كانوا محوية إن تحيسيني سان أمالين يا بيري أخبارتي سان أرادي ليست فإليك شيئا منها مركا إن ير كمدة بل أنه هرت تابن. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف وخمسمائة من أصحابه بألف وخمسمائة من أصحابه فيهم سلمة بن الأكوع يريد الحكم عمره درى من وسط المعنى نبي قاوح وكسو تجي المدينة المنورة وحسو آذى مكة المكرمة يسوغو أي لا صعدان كن يشن بقول أصحابه يا رسولك صلى الله عليه وسلم وحال الله صعد ماها الدقال ضد إن ليس قبتا ماها عمر رمان إني قتان. فلما بلغ قريشا نبأ خروجه قريش مركي مقلين النبي محمد أو أي لا صعدان كن يشن بقول الصحابة أيا وحي كسو دقائق المدينة النورة مكي كسو الصعدان مركي مقلين قامت له تريد أن تصده عن بيت الحرام مركب وإزدياريان يقول الرب إن كعليان بيت إله إنه ماذا حديدين مركب النبي صلى الله عليه وسلم إنه صاع مرشت مركب يوحي سليه إن دقال بو صعبا. فنزل عليه السلام بمن معه في الحديبية نبي قال مركو إسنا وهلي حكتي أهيد إن أي قريش تباب شيس أي قلان سي النبي قال دودان أم قال وعيان العمرة عمرة دي سيئوه رستاقان مركو مغلي إسنا حديبية ماشي أيو دقي طبعا ما داركتين هذا قبل مركو حرم كمكو كلا تقو أو كلا طبعا حرم كمركة طريقة جدا وكلا كوسي سعوتي دو كلا وادار كيسا ماشي حديبية إي نجا حكتو وادار كيسا عبار مركو إن يرقاري وصعدو هل كهبو دقي الحديبية مركو عمال حوغا ير حرم كأجرته انتا سو كيلومتر مركو حسن النبي صلى الله عليه وسلم سيو مركة إساقا إلهالي إنو هل كه كوليشن أمسكو دعوي ماذا وأوفد عثمان بن عفان إلى مكة سفيرا بينها بين قريش مكة صلح الدري عثمان بن عفان سيئو مكة وقول لحي أما سفير وقول نقضة وعروا مكة عثمان بن عفان فرنت وسيدا وحيتها ولن نقول دقال أمص عنا عمرا أمص عنا إنت إنو قارسيو وضدك مكة نمبر دي كحر مايئة هاي إن دد كانوا أي داي صوت دقال تقالنا إنو هلكا كما سحروا مكة عثمان بو الدري سوى مكة عثمان وفرين سيديه النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان لكن الأخبار ما لبثت أن جاءت بأن قريشا قتلت عثمان إن يركدب مركو عثمان وبحي وحقي رام كأو آذي السوى الرب إنه فهم سيو وجيت كالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ده إنه سندق على هين أي مركي بحث سوق صوق لي ورقة عثمان والد لي عثمان معفى والد لي بسوق صوق فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على حرب النبي مركي اللي عثمان والد لي قوان وحو قاتل ودقال لقال مركة ودعا المسلمين الذين معه إلى مبايعته على القتال والموت مسلمين تلا جوكتي وشند كوني شنت بقال هين وسوق يروح ويقول لقى بالله ما أنتو حد يلقى ليس أنه شيسا وأنين أكل هاري الدون هكا إنما كان أنا دقال وقاد الدون ومركة إلهي سبحانه وتعالى وتمام جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وأثابه فتحا قريبا إلهي راضي كان نقضي إلهي راضي كان نقضي معنى ذوان محي جنة مركة قود ديار سنور عن المؤمنين قال لي وكن إشان تبقل إذ يبايعونك تحت الشجرة ومعركة الشجرة دي يدو مركة ماشي كتل بيعاد يكون قال إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبي مركة إلهي وحو مطالع عايستي وقاذي ونال السعودية وحو قلوبته ذو كجرة وأنزل السكينة عليه حسلونين إلهي وكسو الدجي قال هذا أسمرك وحلقوا مقع أصحاب بيعة الرضوان ولذلك وحانت من المحدثين ده مركي أي سمينا يعني classifications أما با categorization وصمينا سحابة ده ريك دتكي بيعة الرضوان جوغي ويغن وغروب غارة ورنتي شرفته ذي مدانته ذو مركالي
المهم أنك وحن نصع عنا سلام إن فهمنه وقنت كسك كان أن كده فهمنه قال سلام تم أكو عمرك ما دام وعيدا كا ولس على الصحابة ذا عمره ذا تكتي ولس على سجى النور رمي بالعير لما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مبايعتي عند الشجرة بايعت أول الناس مركو النبي سوكا ويري بايع إلى الجلا جيدا وجيدي بعد يكون عضينا والنبي وخوص تاجين ninkii ugu horeeyay ee gacanta taag ama dadkii ugu horeeyay baan ku jiray markii nabiga inta u yimid yiri rasuul allah waa iga tan gacantii diyaar noona thumma tafaqa almuslimuun yubayicuunahu dadkii kale marka gadaal ka yimid baycadu way socoteen 2500 marbu marka toogtiisa la soo gaaraya xataa idaa balaga naxwan min nisf annaas yani bar yani haaf ka mid a dadkii markii ay baycada dhammeen 2500 markii haaf ay tagtay ilaa 700 ilaa 750 qof markii ay dhammaadeen التفت إلي مركز يقول جيست وقال وحيد بايع يا سلمة سلمة بايع إلى قل فقلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس يا رسول الله تدكي أبوه الرئيان كجر أنوه مرة نقول أبي عاد وقال مركز وحيد وأيضا مركلا رباه فبايعته الثاني مرة لبعض بعض أنا بايع إلى قل وعند ذلك مركي لبعض بايع مركان لقل رآني عليه السلام أعزل من السلاح وحوي أركي إنن هلك إسكت تاجن وحب أنا سيدن فأعطاني ترسا أحتمي به مركز سوف يسي جاشان ومركز جباسي أنك بكت ثم جعل الناس يبايعون جعل المسلمون يبايعونه مسلمين أنت إذا كلينا تضابق البحر صن بعد أنا صفك قال يبايع عدي حتى إذا بلغ آخر الناس نيك أقدم بيا ما ضدك أقدم بيا مركز الجهري والتفت إليه هذا المركز يقول سجست ويقول ألا تبايعني يا سلمة سلمة نيابة بعيلة قليل فقلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي وسطهم رسول الله بالله دتك يوه الرين وكجري كوي برتن كان وكجري وقال الحيرو أيضا مركلا ربع فبايعته الثالثة مرسد حاد ثم نظر إلي إلى يدي وقال مركب صدنا قعنت إذا أنت سأو في ري بيوحير أين الترس سوهد مرد سوكم الصين أول أين الترس الذي أعطيتك أو بالك قاشان كهد أنكسي فقلت يا رسول الله لقيني عمي عامر أدرك عامر بان هل كلا كلمة فوجدت أعزل فأعطيته إياه وحان أركي إنه سنهب سيدن إساقن سيد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مركز في وقص لبي صلى الله عليه وسلم المهم ودري مكرتا هل قف بالنبي صلى الله عليه وسلم دي رد وصار سد حجار سلم شو أبوه الرئي في الوسط سلم ودمن سلم مركز صدنا ترسي مركز النبي صلى الله عليه وسلم قف وساف سيو ama u warankiisa uu siiyo ama u gaashaankiisa uu siiyo waa miisa gaar oo dadka kale u dheeriyo qofka kale qala salama wa shaykada nawad wuxuu yiri thumma inna almushrikiina raasaluuna bisulh mushrikiinta marka dambe waxay noo soo qoreen amaba ay watii cuhmaan baa dib loo soo dirayaa heshiis inay diyaar u yihiin bay noo soo qoreen fastalaxna naxnu ahlu maka wakhtalata bacduna bacd kadib baan inaga iyo reer maka ilen marka kan muslimiinta socotaay waa reer madiina dadka u yimaadeen oo dagaalka u fahmay ay tabaabushaystay markii yiri war nimanka kan gaashaanka u doorayaysan lug soo dhigin meeshan waa ramaka risaasan markay isku dhex galnay fa ataytu shajara wa kanastu ma tahtaha min shawkin wa dajactu fi dhilha kadib waxaan u imid geed meeshii ku taal geed hoostii baan markii iska xarxartay buu yiri qadxaha iyo xamaashi yaalan iska leexiyay buu yiri kadib baan halkaas seexday buu yiri in yar baan isiir baan indhaha isgeli وما هو قليل إلا قليل حتى أتاني أربعة من المشركين أنا ماشي إسكت جوغ إسكت نصانيب أيا إن يركد يحائي من أفر من المشركين فعلقوا أسلحتهم على الشجرة مركاسي هو كودي بي جيدي جيتي أن هوس جيفي بي مركاس سرطان بيول علي مهدا أما حان كوالا لا مهدا والضجعوا قريبا مني وجعلوا ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مينان إيقفوا قيدنا يقول هالكاس انتي حارتين بهالكاس السحذان لكن مركي وحي بالله بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي سين عاي أفلقات دو النبي حيري جيت كوسي من فردية يجا إيما فقنا إيما فقا هوب كو دي هالكا سورتان بيري النبي عايكو بالله بي. فأبغضتهم أرنك ما آد وقع عروض بيري وتحولت عنهم خوفا من أن أستثار بيري وان كلا يحدب الماشي بان وقا قور بالمالكا لون دقائق وحان كبا قبل هذا ماشي سيجوغ إن آن مركب انتان كعوف وابداهم بالقتال كدنا دغال كوب بالله وبيننا هم كذلك طبعا دغال مركب خو ديليا سلامه بقول لي كلي وكفرين سدا دارك دونتد ان شاء الله ان يرتاي خديسه
لكن وحي ليه اللي ما دام هشيس لقالي وهد وحلك على صحيحتي إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرد قلي أو مسلمين تي وحين ديار وحين مسو جيدو ودقال عن ماشي ما عرفتي جيرين إن لاليو تأسن دي دي يبي لكن وحيري نمنك واسكت دعين كربي وبينما هم كذلك يدو حالو سيداتي إذ نادى مناد من أسفل الوادي تج حقي سدن بي ماشي هو سيسودان تكالي أيا من كسو قيل يبي يا للمهاجرين سقال مهاجرين تقول قيلنا لقد قتل المشركون ابن زنيم نمنك المشركين تاع ابن زنيم بيدلين يجا مركب بالله بيدلك يعني سيد الله شايل فامتشقت السيف في يميني مركيبة سيفتي من ضفص البيوري قعدت من يبقى كوكب صدي وثبت على أسلحة هب كودن وكسي بوذي بيوري فجعلت حزمة في يساري مركة لما أنت انت سوق هذا بقى قعدت بالحكو سوق هذا بيروح الله وحي وهو ماشي وقاتل تاني وشددت عليهم قبل أن يهضوا انت ماشي كك عنا انت دول استاني عرواني كده قاق كل ذلك في طرفة عين وحصل لنا وحي دعيان بيري سكنه ثم بادرتهم قائلا مركز سنكب بالله بإن الله والذي أكرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم وعن كل دارت الله نبي محمد وجه يسا شرفين لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه قفكي اسكت ضيا يعني إن يربى الحصاء ولا صوكعه سر كان ديرين يا بي مركا يعني وانين آت أفض عداءة أو إلهي سبحانه وتعالى ودلي فتني مضى وليه في طرفه سكنه أي مركي بتيدين الديار سدي كودن وكؤر سدي يجينا كجهر مرئين المركي بالسيطران إله عر وانكي دقاقة ثم أوثقت مركز عن هالك كوحي الحربي جدا وقرنت بعضهم إلى بعض مركز أيضا لبلا أسوق الحربي وجئت بهم أسوقهم إلى رسول الله أنا ونيون كساؤه جميل النبي أو كان نبيل ودور إنه ما أفر نبي حياة أفر تودي أسوق الحرب هو كوداني أن جعانت كوسكتو النبي أو كان نبيل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى بأصحابه ومعه سلمة بن أكمع حتى بلغ المدينة النبي صلى الله عليه وسلم دقائق سلمان النبي وكل مدرسة يحيى للسعودية المدينة وتيل الغلابت وما أن استقر بها قليلا مدينة مكي إن للجوغي حتى أمر غلامه رباحا أن يخرج بإبله ليرعاها في البادية النبي قال وحيري والله الله خادم كيسي وحيري ورعرقا فوفي أو هل كاي باديها داقس كيري إيجي هل كاها صوت داقين فعزم سلمة على أن يخرج معه ليرعى فرس طلحة ابن عبيد الله أيضا وأن أجيدين إن عن صاهر مرني إنه سلمة والمدينة المنورة أشق التقي يسوي إله درتي هلك أتقي الدنيا فرح كلام بحي وطان صوت الماني شقدي سمحي هاي طلحة ابن عبيد الله فرس كي يسوي هلك مركا أول ليليا شقا كلام مقب تسوش اللي ماتي وحكو عني لها أهله وحيري مركي رباح لدري واللي يري أريغان فوفي أو داقسين جي أنه يري فرسكي المسؤول كأها عربين تي سي أيام هرق وصوك كحيست بيري مركي اسكو مال بان ودعنا توشح سلمة الأقوع قوس وحمل نباله وصوقات مركي قوس كيسن وصوقات فلاريهن وصوقات وانطلق هو صاحبه حتى بلغ مكانا سماري المدينة رباح أو أرقي داقسين جيب إيو اللهم استعان سلمة الأقوع اسكو لك درسدي أي وحي أبارين حقا يوقوي المدينة المنورة يقال له الغار مركا ماشان يأذين أريق اللوفو في فرس كاللقي ومال مدينة بريغيد أهل لغم عبا الغار بلغم عبا فأراح فيه سوائمهما هل كاس أي ماشي كسي داين أي كسي فوفيين أما حوله مركا أيوتين وبات هناك ليلة هبين كان ماشي سحدان زي مركا حولها سيود داقان وفي الهزيع الأخير من الليل مركي لقاري هبينك قوسين كيس الدنب طبعا هبينك سدح مرك الله قيبي أفر تسعة ودنب يسوي إلا وذا كدنب مركي لقاري استيقظ على كتيبة من فرسان غطفان وحيب الله سوى التوسين يضو أي هل كها أي أي دول تاغيهين عيدا وكوة دقال لما أهري غطفان حيابا دول تاغي وحيري عدتها 40 فارسا وأفرت النن الدقال يهانا وأسكر أي هل كابا أغارد على إبل لرسول الله فاستقاد أغارد على إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقتها أفرت كان بحيو سعودان أرقى النبي صلى الله عليه وسلم قوسار كان رباح الليه وكحينه بي مركيبة لكعين وكحستين
وقتلت ولدا لأبي ذر الغفاري كان عنده الإبل وحكلوا الدلين ويل أبو ذر الغفاري ونالي ومركا اسمها هلك جيليس كراعي نوي الدلين النبي صلى الله عليه وسلم أرقي سنة ولا كحست. قال سلمة الأقوع وقصة النوض الوحيد عند ذلك قلت للرباح للرباح مركي هلك مريسو وأنا كالنبي صلى الله عليه وسلم أرقي سنة ماشي إنه سن خلاص لا لتقي أبو ذر الغفاري ولد كيس هلك اللي لي طبعا أرق جيل والله كحيستي أيان لها اللي الرباح وعن كويري خذ هذا الفرس وأده إلى صاحبه فرسك كان كحاه عد له وجي والرباح طلح ابن عبيد الله يا جارسي ممسول بوكيه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أغاروا على إبله النبي أنا أشك إن ما أردت جيلي سي أما ما أنت نعرف الله وجيلي سي اللي قصوا دولنا ورجلي ثم ارتقيت أكمة فوق ثنية الوداع مركز سانوان صعدي كبير مركز ثنية الوداع ومالي رئيس كسر رئيسة عيد يرو مالي رئيس الرئيسة أيان دول استقبل واستقبلت المدينة مركز وجهي واحد حيجي يقول هكا مدينة حكت وناديت بأعلى صوتي مركز سان مركي وإن قيليان باللابي وصباح صدح جرب سوع اللي وصباح بمعنى أرور وناكسون يعني وأسلوب ندبة والله ربي اللي يراده ضدك اللي يراده ده غالبا باللابي ثم خرجت أعدل في إثر القوم مركز أنا كذا بدي أقول رجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سك حيستي ما أرجع قال لي سك حيستي أنا دبر لك تجمر حتى غدوت غير بعيد منه مركي أن إن يرد السودان كفوا جيون أي مغضان فوترت قوسي مركي بقوسي عند يا سد بير ورميت واحدا منهم بسهم فاستقر في كتفي مت كبده أيان شيشي بيري فلارت سيسعت بوحي كجاشي بير قربك فقلت خذ مركز أنا إجا قدون مركز تحيي الرعي رجزية وليه وأنا من الأكوع اليوم يوم الرضع ما أنت من أكوع بانا ما أنت وما أنت كوة لأنه جيني ثم طفقت أضرده مركز أنت وديك الهدنة بالله بإنان مركز برصد بي وأرميه مركز أنا كذب التراب وأنا أرتجز أنا مركز شعر كي إسكوة تقول إسكوة بعشاري وكانوا في كل مرة يخلفون وراءهم بعضا من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز تؤان إسكذب الجمو وميت كميدة أنفلار لهلو قيل إن قار كم إذا أي بضدك كتجيه فأجعلها خلفي وأمضي في إثرهم مركي ميت صار يا بامبا جلاشان مرصدا بير مركاسان يجي إسكت دبا بير فإذا رجع إلي فارس منه يريد قتلي كففت عن العدو مركان إسير هذا ميت كم إذا كوكوس الله بان دونه انتوها كذا كوكوس جيسان دونه حوغا وحيري شال رهان حوغا حوصل لقاب بير أرد كيبان يريا بير والتمس شجرة مركاسان راسدا بير جيد يرو وتترص في جلدها مركز سان جريد ديري وحان كان يكتبر قباسي وجعلت أرميه مركز هالك كسو شي شابر فيرتد عنه شو بيقى اللابت ضدكو دب كود دب الجرا فلارتو صاو أفوفيا روب وقال ليا مدبو لهيليا مدبو لوايا مركز يسير هذا نيك اسكن دعيه وصال لابتان انتان اوب قوي بيور اما جيد قلالك قلو ومركز بشيشكو باللابي بيور وانا افرتن فارس بحولات دقل وانين كليه ثم ما زلت أطردهم حتى دخلوا في طريق ضيق ضيق يكنفه جبلا وحان أن أوحي لبعض من كيبة وحي كي ما ذنب بيري مركة دنبة وضيّر إسو صحرتي وعيريريا والله بورات أي مركة لبدا جيس مركة مركة أي كجي أهلان فتسلقت أحدهما لبدي بور بور كمي ذا أي مركة فانتب بيري وجعلت أهيل عليهم الحجارة من على انت اندوش كفو لي بان لو قير ايو كو جنا دغانتي بورتا ساريت كسو دادي بي فتتساقط فوقه وبين ايديه وارجله مركاسا هورنا وحان كغا داديا بي دغان غدالنا دغان ايغينا دغان ميلو بحسن بي نف بقبت بي لكن ذلك لم يثني عن مطاردتين غير ثم ما فاتيت عن كبودي ما فاتيت اتبعهم كدبنا ونسيب برصيب بي حتى لم يبقى شيء من ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خلوا بيني وبينه وجعلته وراي إلا أنت أي كك حيسير النبي صلى الله عليه وسلم وقيله كسو دعيب بير دمان ماذا إلا تقرن الله بير لكن ذلك حيري قيل إيوان هل بير وحيدا نسكسي داي صوما لكن ذلك لم يثني عن مطاردتهم حيري ما يوان سيد دبك عيب المرك فأخذوا يرموا يرمون أثقالهم ليتخففوا منها وحيد بالله المركة يوحي يو أيوتين وهب كودي أقب كودي وحال لوحي جهاز اي كسو سفر تاقي نولي قودي ان اسكسي دادين الا نمانك كان نفبا قبطي
nin baa daba taagan, marka ma hakan karaan, marka waxay yiraahdeen waxa kan intay in cuslayn lahaayeen bal iska dhiga. Fa alqaw akthar min 30 burda wa 30 rubha, in ka badan soddon waran iyo soddon go' bay halkaa kaga tageen buu yiri. Wa hal min afartan min fa kanu kullama tarahu shay'an markay wax tuuraanba ja'altu alayhi alamata min hijarati hatta yahtadi ilahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa khalaftu wara'i. Markay wax ka tagaan ilaa isagu ma qaadi kara, haduu sii qaado uu sii cuslaanaya ragu ma isayaan soo ma, halkaasaan dhigtaa war calaamad baan dusha ka saara, waxaan dul kaga qora. Waxaan isleeyahay markii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo ciidanka markay gadaal ka yimaadaan say u gartaan xoolahan in anaga leena, intaan wax ku qoro ayaan oo calaamada ayaan halka kaga tagaan aan si nimankii, laakiin wuxuu lugtaan lugta usii saaray usii dhaqaaq. Thumma adrakahum wa adrakani al-ayaa, iyagii aniga waan daalnay buu yiri, iyagana way daaleen anna waan daalay. فجعلوا يستريحون ويتغدون وحب الله مكة إن مال كل نستان ويحسك عنها. وجلسوا على رأس جبل غير بعيد عنه أنه وحان فريسبيري بور دشيد وأن يجي كفوكين هل كاسان كلاس عذاب أنظر إليهم أرقوبهم أنه هل كاقاوشي أو كلاس عذاب دقاق قود هل كاسان مر كلاس عذاب. وفيما هم كذلك يجو حالات دا كجرة ودد دال المسكيهين أنا يجو أنسكر ربيون إلا سكن نستو. أتاه رجل من قومه ونظر إلى محل بهم نبأ ويمت أو إسكو جروب بهم نيكي بالله روح إني ما كان سوق قال. فقال ما هذا الذي أرى ومحايد كل عين. فأشاروا إلي وقالوا مركز أنت فرت قصوا في قمة في هذا لقينا من شؤم هذا الرجل ما لقينا نينك معرت يعني بوين لو جيست. فوالله ما فارقنا منذ الغلس وهو يرمينا لقب الله وساكي فجرك إلى الآن صاصو فلار ربنا وقدي كمان جهري الآية حتى انتزع منا كل شيء في ايدينا وح الله وحي قعمينا كجرنا ونغفرتي. قال مركو حيرة سلامه وش كذا وضع فليقم اليه نفر منكم اربعه يجا اصلح الله يعني سلامي عندي هنا نينكي بهر الله نينكي يريد افر نينو نينكي كم يدي ما نينكي ابحان هرت. فصعد الي اربعه من افر بقى يسوى بحد بيجيبك. فلما اقتربوا مني بحيث يسمعون كلامي افر تنين مركي يوسو دوادين وإيسو جستان مالي هذا الكي كم مقل كران. قلت لهم بواحن كوير هل تعرفونني هرتاني ما يقرانا يسان دكين إيسوها ويساني. قالوا له ومن أنت ما يكما قرانا ياذا هيدا دو. قلت حاني أنا سلامة الأكوى هرتاني كابان هاي هدادا هرئي مقلين بل هدا بل بلا قرأي سمك عيه. والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم وحن كل أرتي الله نبي محمد وجهي سشرفيه لا أطلب منكم رجلا أو لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. وحن إذين بلن قاضية قف كأن اسكت ضيو إنا نقعن كل دينا نقعن كل ديكور إذين كان هذا اسكت ضيو إنا يقبطان إنا يسوق جاركين هل تقو قاضي تعمل كحريق. فقال أحدهم أظن ذلك متكم إذا مركو حبيل وأما لأني أنك كان نمبلايا أهوي وإستغنوا هدان أردنوا إنا قاريا نقولوا ما قاري كرنه محان كينا ثم رجعوا عنه إسكالابتين أفرتنين. فما برحت مكاني هل كان اسكجو غبير حتى رايت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقبلوا من المدينه مركا الا اي كي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا وصدري هل كان اسكجو غبير. فاذا اولهم الاحزم او الاحرم او الاخرم الاسدي ايضا كان النبي وصدري وحا اوغ هري الاخرم الاسدي نكاس اوغ هريكو وعلى اثره وحاد بتاجن ابو قتاده الانصاري وعلى إثره وحد وتاجن المقداد بن الأسود الكندي مركو سدح إنه عرس بن النبي صدره الأخرم الأسدي أبو قتادة الأنصاري هي المقداد بن الأسود عيدا كان النبي صدره. فما إن رآهم القوم حتى هبوا وولوا مدبرين ذلك مركي أركان عيدا كان صوص صعوده إلى مركان سلامة كلي ما مرك وعيدا لنا الصعوده ومدينة كلي أنت نساق كوسي السماء ويعرن ذاتك. فهم الأخرم بأن يلحق بهم أخرم بروحي المكة ما دبقش وكذب أرده. فأخذت بعناني فرسي مركزان فرسكي وسلها لبح صو إني مكة قد ضوتك بل اللي جان كسا أصو بفصد البير. وقفت في وجهي مركزان هر استاجي وقلت له مركزان مكة احذر يا أخرم ورسك إلى أن تلحق بهم إني مكة هيش كده راعنه فيقطعوك عنا وينفردوا بك وأنت أصو مركا كلها هرام والنجاح ارتدي كلها الراعي إني مكة وتريث حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سابي بل اير نو كادي انتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي سنه سو غاريا هذا قاقم. فقال اخرم باي جواب وحي يغما يلين يا سلمى ان كنت تؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر
وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. نيو هداد يعني إلهي سبحانه وتعالى رسول كتدار ما يسنت إيمانك يوم الآخرة أن أكتا الجنة النار لو إني حق يهين أني شهادة أن أرديها لك لا نحقل ضد إلهي أنا كل إنتان ربا إسكي كده. قال سلم يحيري مركان أركي إن الأخرم الأسدي إن أن أنقبن كرين وبحثت دي هاي اللي ما البال الله وضايا، فخليت سبيل وإسكي دايمين. فانطلق وراءهم حتى التقى مع مقدم القوم وإسكي دقاقي بيقول يعني نمكي برصدي أو بعصدي إلا ولكل مي مع مقدم القوم نينكي وجوه الري ومركا كذب التقي. فعقر فرسه مركز فقر فرسكي ما أركتي هو التيب مقدري، لكن هذا كرع الأخرم نينكا بهذا نكسو كالفري أخرم بالكسو كالفري، فطعنه طعنة أردته مركز ورن لله الهركاس وكل انتي، فخر سريعا شهيدا شهادتي والرادين المخرم هالكاس ومركا كوها لبيض انت انا كل جنا ورا اخر ما دقائق وانت صوت كلي هلك كل نقطه رجك ويكاب بدني ان سجنا ونكو ديدي. قال سلام الكيل فوالذي كرم محمد وجه محمد صلى الله عليه وسلم اني تبعته بعد ذلك وتبعت بعد ذلك اعد على رجلي حتى انفصلت عن فرساني او انفصلت عن فرسان قريش فما اراهم ولا ارى من غبارهم شيئا. وحي الله بان كل ارتي نمك مركا ان اركين اخر من دولك الله ديجي بان نمك يهدى وحي انه وان كهري وان دبق على بيوري وفرس كي وان كدك بيوري ايضا كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصادر انا وان كهري وكل جيب ان نقضي وحي المركة الدنب وان كلا وان اسوي نئو بار ام بقى يم مغدبر يقوم وي اركي وين انما ان اركي وين. فلما دانت الشمس الى المغيب وراح ده مركة دي عرفته او اي قبل كو دي عرفه ارادوا ان يعدلوا الى شعب فيهما وعيش كده ان مال يروه عالة ومركة بيئة يعني هلك آذان يقال له ذو قرد قرد ليرتو منه ويهراده وددالا في هلك مركة بيئة وغيهران بيوحي كل لابتين عال وقوم قعابة دي قرد. فلما رأوني في إثرهم مركة أركان إنا وليد دبجوغو واللف دونك شكون نقضي وكهري واي تركوه عال كإسلام بيها كعب وكدقاق فما ذاقوا منه قطرة وفي ركوب إن يدبع يربيئة كما ينعبين بيئة. ثم انطلقوا يسرعون مركز هذانا عجب حكدي وقد خلفوا وراءهم فرسين هذان لوا فرس بكتا جنبي فجئت بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوا فرس انا وضع اي النبي اوكي صلى الله عليه وسلم انت مركة افرتا كان ان كان اله سبحانه وتعالى كوصل الذي وانين اندال اردي. فاذا هو وصحبه على الماء الذي دفعتهم عنه كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سحابتي سي ايان اركي يو كوصل بيغمي هلكي بيها اهي عالكي بيها لها نمكي مركا عن مركي كئري ذبيري. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الإبل التي استنقذها منهم نبي صلى الله عليه وسلم عنده كل مركا جاليسي وضع يده على كل رمح وبردة خلفوها وراءهم وحل وحي عن كفرة نمكي أو فلار سججرة أو برد سججرة أو لار سججرة نبي صلى الله عليه وسلم عنده سكشي. وإذا بلال نحر ناقة وجعل يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها هل كان مركا سكفها كيسنه جريلين باب اللعبين بحيري مركز هش بلال بن النبي صلى الله عليه وسلم بحيري للسعودي هذا بقى محل كله جور عدد بحيري كذي من هذا بحيري كذي هالك كود بن النبي بحيري يبير كذي يكروس كذي هالك صار له عنها بحيري. قال سلمة بحيري ولما أصبحنا نودي بالرحيل واجي مركو نوبري بحيري هلا دقائق. فأردفني الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على ناقتي العصباء أو العضباء نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي فن جليل بيري هشيسا لما قام بحد العضباء ما للرعي بيري ومضيت معه حتى بلغنا المدينة وحاسو عنا المدينة تقنبه صلاة مركة دور الريموت بوتر سنة يعني سدح الريموت بمن قبوين أكتي سكاء وأمدوا النبي صلى الله عليه وسلم سدح جار والتبي. أما إلا المركة النبي صلى الله عليه وسلم أنت مركة كواد والله جاية بأنه كقر سوما لكن لبادي سدحات معقول ما هين إن النبي صلى الله عليه وسلم سدح جار وسجار ولما بايعود وحوين بواحد لبا إنه النبي صلى الله عليه وسلم قاشان كي سجار كأنه قعنت أقولي وحكى لأي واحد سدح النبي إنه لفن قاله هالشي سي ولرع عنه وحكى لأي واحد سدح هذا الرماد وحكى له أيضا من قبائه إلهي سبحانه وتعالى ود الشيء إن عدو كلي هل من إنه أفرط إن مرق أقولي جمانة إذا عجائب تدري. قال سلام الحيد أما وركا جب جبدي وحلاينا مركا هنيئا لسلمة من الأكوع أنه غدا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان وحن أبو قاعدين نابو لي سلمة والنبي قال لفن قال دابديسي أو جركيسي جرك النبي كتابتي وهنيئا للإسلام وهنيئا للإسلام فتاه الجريء الجريء المقدام ورضي الله عن سلمة الأكوع وعجوبة الفرسان وسباق الخيول السافنات نك كان ديرا إله راضها كان نقضى نك عجائبت لها إسلام كان فردها حتى كديريني هلك أيضا حكى قاضنيسه سلمة الأكوع إلهي وحوشي أودا أه نين ترين أه إنه يهكايا مقطة أو فت أه أرد كرة أو صعن كرة تين إسلام كوح وقبت وهذا ركيس أمرك كل صحابي كل صحابي مال بمرك كجرة قانات بو إسلام كان مرك أتاقين وهلك إذا ثغرة من ثغور الإسلام وأنا هلك قفل بو إنه أسكب بيقى أي تهي بالرئي قصدي أبو بصير وعجائب تيدا له ونيكي وقهري دقال كعيها إليه وإلى هنا وبالله التوفيق.